متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية التي نتحدث بها عن الأحوال الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع. نبدأ الأجواء اليوم الأحد، أجواء أدفأ من المعتاد وتستمر على هذا النحو سواء ليلة الأحد على الاثنين أو نهار يوم الاثنين بسبب تأثر المملكة بما يسمى بجبهة هوائية دافئة. هذه الجبهة مرافقة لمنخفض جوي، هو منخفض بطيء الحركة متواجد في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، يؤثر المملكة بشكل متفاوت خلال هذا الأسبوع. سنتعرض بالتفصيل خلال أيام هذا الأسبوع. يعني التأثير الأول الأحد والاثنين، أجواء دافئة، درجات حرارة أعلى من المعدلات بكثير، ونشاط واضح في سرعة الرياح الجنوبية الغربية المحملة بالأتربة والغبار. هذا بالنسبة للأجواء بقية نهار يوم الأحد أو ليلة الأحد على الاثنين ونهار الأحد ونهار يوم الاثنين. مع ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء جبهة هوائية باردة تعبر أجواء المملكة، تعمل على حدود انخفاض كبير جدا على درجات الحرارة وفروقات حرارية واضحة، وتعمل على حدود أحوال جوية غير مستقرة ومضطربة، يعني محملة بالأمطار الرعدية التي قد تكون غزيرة في المناطق الجنوبية من المملكة، وربما تؤدي إلى حدوث ما يسمى بالسيول المفاجئة. يوم الثلاثاء تهدأ الأجواء، بعض الغبار والأتربة المثارة متوقعة، لكن ذلك يأتي في مقدمة جبهة هوائية جديدة تعبر المملكة صبيحة يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يكون الجو يوم الأربعاء والخميس باردا وغائما وماطرا بسبب تأثيرات لذات المنخفض الجوي الذي يتحرك ببطء نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، والذي يتوقع أو الذي يصنف حاليا بأنه من الدرجة الثانية وفق مقياس مؤشر شدة المنخفضات الجوية هنا في طقس العرب، والذي يعني الدرجة الثانية الدرجة الاعتيادية. ويوم الجمعة تعاود الأجواء بالاستقرار بدءا من مساء يوم، يعني بعد ظهر يوم الخميس يضمحل هذا المنخفض الجوي وتستقر الأجواء. إذن هذا كان تقريبا يعني بشكل ملخص ما هي الأحوال الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع. لو نتعرف يوما بيوم، إذن بقية نهار وساعات ليلة الأحد على الاثنين الأجواء أدفأ مما هو عليه الحال في الليالي السابقة، نشاط للرياح وبعض الأجواء المغبرة سواء في المنطقة الجنوبية والشرقية وحتى باقي مناطق المملكة. غدا الاثنين نشاط كبير متوقع في سرعة الرياح في مناطق واسعة من المملكة، تحول الأجواء لتصبح مغبرة مع حدوث موجات غبارية تحد من مدى الرؤية الأفقية في المنطقتين الجنوبية والشرقية، ربما تمتد أجزاء منها لمنطقتين الشمالية والوسطى. الأجواء أدفأ من المعتاد، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت العام بأكثر تقريبا من 7 إلى 8 درجات مئوية. مثلا في العاصمة ما تسجل 22 درجة مئوية في ساعات النهار، لكن مع عبور جبهة هوائية باردة في ساعات الليل يتوقع أن تزداد معها فرص هطول أمطار رعدية سواء في الشمال أو في الوسط أو في الجنوب، فهي جبهة هوائية شاملة. لكن بسبب مرور هذه الجبهة الهوائية الباردة أو أنها تعقب جبهة هوائية دافئة فعالة، كان هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، يتوقع أن تكون سمة الأجواء بأنها أقرب إلى أحوال جوية غير مستقرة أو حالة عدم استقرار جوي، بحيث تكون الأمطار ذات بؤر غزيرة في بعض المناطق خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة التي ربما تتركز عليها هذه البؤر الغزيرة وتترافق مع حدوث الرعد والبرق وتساقط زخات البرد، بما في ذلك أيضا منطقة خليج العقبة وحوض خليج العقبة وأيضا مدينة العقبة. هذه المناطق ربما تجري بها الأودية والشعاب وحتى ربما تتشكل بها السيول المفاجئة، والحذر واجب وكل الحرص يجب أن يكون في هذه المناطق الجنوبية من المملكة. هذا ذلك لا يعني أن باقي مناطق المملكة لن تتعرض لذات الزخات من الأمطار العشوائية التي قد تكون أحيانا غزيرة في بعض المناطق محليا وبالتالي تجري بها الأودية والشعاب. طبعا مع مرور هذه الجبهة يطرأ انخفاض ملموس وكبير جدا على درجات الحرارة، وبالتالي نلحظ ذلك من الفروقات الحرارية الكبيرة في الأجواء. مثلا في العاصمة 22 إلى 10، يعني في ساعات النهار 22 درجة مئوية، أجواء أقرب إلى الأجواء الربيعية أو الخريفية، لكن ليلا تهبط إلى 10 درجات ويعود الطقس البارد. في الشمال من 25 إلى 11، حتى في جبال الشرق لاحظوا معي في ساعات النهار 19 إلى 20 درجة مئوية نهارا، 4 إلى 6 درجات مئوية درجة حرارة الصغرى، كذلك أمر في معام 22 إلى 7 حتى في خليج العقبة، عظمى نهارا 26 درجة مئوية، أجواء دافئة جدا، لكن في ساعات الليل 12 درجة مئوية مع أجواء قد تكون ماطرة بشكل عام، والمناطق الشرقية من 23 إلى 10 درجات مئوية مع أجواء مغبرة. تنبيهات هامة بشأن الأحوال الجوية يوم الاثنين. الأمر الأول هو
من يعني ارتفاع نسب الغبار في الأجواء، وبالتالي يجب الانتباه لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون، أو حتى للسائقين على الطرق الصحراوية في جنوب وشرق المملكة بسبب الغبار والذي يؤدي إلى تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية. الأمر الآخر هو الانتباه من مخاطر تشكل السيول المفاجئة في الأودية والمنحدرات والشعاب والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة، ويشمل ذلك مدينة العقبة. الأمر الثالث هو من خطر ارتياد البحر في المناطق الجنوبية في منطقة خليج عقبة أقصد، وبالتالي وذلك بسبب اضطراب الأمواج، أمواج البحر وارتفاع إلى ما يتجاوز المتر أحيانا بسبب نشاط الرياح الجنوبية المتوقع نهار يوم الاثنين ومساء يوم الاثنين، وبالتالي يجب اتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات الملاحية في منطقة خليج العقبة. هذا بالنسبة للأجواء يوم الاثنين ونهار وليل الاثنين. لكن يوم الثلاثاء تتراجع، تهدأ الأجواء قليلا، تتراجع فرص الأمطار تكون في ليلة الاثنين على الثلاثاء، وذلك تمهيدا لجبهة هوائية جديدة تعبر صبيحة يوم الأربعاء. ولكن نهار يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض ملموس وكبير جدا على درجات الحرارة العظمى، الآن نتحدث بالمقارنة مع درجات الحرارة العظمى التي تسجل اليوم الأحد أو تسجل غدا الاثنين 13 درجة مئوية في ساعات النهار مثلا في العاصمة عمان. الأجواء تكون غائمة جزئيا، قد تكون مغبرة الأجواء بسبب نشاط لسرعة الرياح الجنوبية الغربية التي تكون قادمة من صحراء سيناء أو حتى صحاري الأراضي المصرية، تكون محملة بالغبار والأتربة العالقة، وبالتالي يستمر التنبيه من ارتفاع نسب الغبار في الأجواء بشكل عام نهار يوم الثلاثاء، بالرغم من الانخفاض الكبير على درجات الحرارة، ولكن فرص الأمطار ضعيفة إجمالا يوم الثلاثاء. ما عدا منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء وصبيحة يوم الأربعاء يتجدد عبور جبهة هوائية جديدة للمملكة، ويصبح هناك تأثير مباشر للمنخفض الجوي الذي يصنف بأنه من الدرجة الثانية، الدرجة الاعتيادية وفق مقياس مؤشر أو مؤشر مقياس شدة المنخفضات الجوية هنا في طقس عرب. حتى يوم الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الأجواء تكون باردة غائمة مع هطول الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من المملكة. هذه الأمطار يعني يتوقع أن تشمل أجزاء واسعة في الشمال الوسط والجنوب وحتى شرق المملكة، وبالتالي يتوقع منخفض جوي شامل بمشيئة الله تعالى للأمطار في أجزاء عدة من المملكة وسط أجواء باردة شتوية اعتيادية. أما يوم الخميس أو الأربعاء على الخميس تبقى هذه الأمطار قائمة. يوم الخميس يضمحل شيئا فشيء هذا منخفض الجوي، تتراجع الفعالية الجوية تدريجيا، تبقى فرص أمطار قائمة، ارتفاع قليل متوقع درجات الحرارة، ويعني تتراجع فرص الأمطار مع مرور الوقت في ساعات النهار ومع ساعات المساء والليل، تقريبا تتناقص السحب ويعني تضعف كثيرا فرص هطول الأمطار، ويتقدم مرتفع جوي ليؤثر على المملكة مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة. ذلك الأمر يعمل على حدوث المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة في ساعات الليل، ولكن وسط أجواء أكثر استقرارا من ناحية الأمطار مع تشكل الضباب بمشيئة الله تعالى. ونختم الأسبوع بيوم الجمعة، مرتفع جوي يتوقع أن يؤثر على مختلف المناطق، يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة تصبح قليلا أعلى من معدلاته مثل هذا الوقت من العام. الطقس يكون باردا نسبيا بوجه عام، شتويا اعتياديا، وظهور لبعض الغيوم التي تكون على ارتفاعات متوسطة وعالية وغير ممطرة. هذا إذن كل ما لدينا من معلومات بشأن الأحوال الجوية بهذه النشرة الأسبوعية لهذا الأسبوع. نسأل الله تعالى أن يجعله أسبوع خيرا وبركة. للمزيد دائما حملوا تطبيق طقس العرب أو زوروا موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.